السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية شخص بيجري ورايا في المنام. رؤية رقد شخص خلفك، خوفك من شخص وانت بتجري، رؤية حد بيجري ورايا في المنام ليه عدة معاني وليه عدة تفسيرات، وكلها بتنطبق على حسب حالتك النفسية انت، على حسب أوضاعك انت. رؤية حد بيجري ورايا ممكن تكون دلالة على سعيك الشديد لحصولك على مال وتأمين حياتك. نفس الرؤية برضو ممكن تكون دليل على تفكيرك الشديد في أمور حياتك بجدية والاهتمام بصحتك. أيضا رؤية حد بيجري ورايا ممكن تكون دلالة على كثرة الضغوطات والمشاكل، فشلك في تحمل المسؤولية. رؤية الجري بالمنام وراء شخص دلالة على تحمله طاقة سلبية كبيرة، فشل إن هو يفرغها فبيشوف ان شخص بيجري وراه او هو بيجري ورا شخص في المنام. رؤية حد بيجري ورايا بالحلم ايضا ممكن تكون دلالة على هروبك من المسؤولية في اخذ اي قرار صحيح يخص اسرتك. رؤية الرجل لشخص بيجري وراه دلالة على مواجهته مشاكل في حياته. رؤية الرجل للجري هو وراء شخص دلالة على اصابته باليأس والاحباط. رؤية الرجل للجري وراء اصحابه دلالة على حبه الشديد لاصحابه واهتمامه بهم. رؤية الرجل للجري وراء أصحابه أيضا إشارة لكفاح وتعبه الشديد للسعي وراء رزقه بالحلال. رؤية الرجل للجري وراء رجل آخر دلالة على تعرضه لمشاكل. أما بالنسبة للعزباء فرؤية حد بيجري ورايا للعزباء دلالة على كثرة طموحاتها وأهدافها والسعي وراء تحقيقها. رؤية حد بيجري ورايا للعزباء دلالة على نجاحها في تحقيق حلم حياتها. رؤية العزباء للجري وراء كائن مفترس دلالة على انتصارها على الأعداء ونجاحها الباهر في الحياة. رؤية العزباء للجري وراء شخص دلالة على فشلها في تحقيق أحلامها لو هي اللي كانت بتجري وراء الشخص ده. رؤية العزباء الجري وراء أسد دلالة على إعجاب شاب بها ويتمنى الارتباط بها. طيب المتزوجة، رؤية المرأة المتزوجة إن في شخص بيجري وراها في المنام دلالة على قلة مستوى معيشتها. رؤية المتزوجة للجري بسرعة وراء شخص دلالة على اقتراب الفرج منها وزيادة رزق جوزها. رؤية المتزوجة لشخص بيجري وراها إشارة لاهتمامها الشديد بزوجها وحبها ورعايتها لأسرتها. رؤية المتزوجة لشخص يجري وراء زوجها دلالة على فتح أبواب الرزق له وحصوله على أموال هائلة بإذن الله. أما رؤية الحامل لشخص بيجري وراها دلالة على اقتراب معاد ولادتها ورزقها بطفل صالح بإذن الله. رؤية المرأة الحامل للجري وراء شخص من الرؤى المحمودة اللي بتشير لجلب الخير والرزق لها. رؤية الحامل للجري وراء شخص دلالة على رزقها بولد صالح بإذن الله. أما بالنسبة لحلم المطلقة فالجري والهروب من شخص يعد دليل على قدرتها على تخطي الكثير من العقبات التي كانت تمنعها من الشعور بالارتياح. إذا كانت الحالمة ترى أثناء نومها الجري والهروب من شخص أيضا إشارة إلى كونها تواجه بعض المشاكل ولكنها تبذل قصارى جهدها من أجل التخلص منها. أيضا إذا نجحت المطلقة في التخلص من الشخص اللي بيجري وراها بيعبر عن نجاحها في التخلص من الآثار السلبية الباقية فيها عن تجربتها السابقة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.